سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السيد المستشار المحترم، أنا أتفهم غيرتكم على المنطقة التي تمثلون والتي تقطنون بها، ولكن لا أتفهم دواعي طرح هذا السؤال. يعني تطرحون سؤال بالنسبة لي ليس هناك ما يوجبه، على اعتبار أننا ننشط في جهة درعة فيلات كما ننشط في كل التراب الوطني، إذن لا نستثنيه كما أننا لا نخصه بأعمال. لذلك أنا بغيت نعطيك بعض المعطيات اللي كنديرو. تكلمتي على التعاون الوطني، كينزلوا استراتيجية 4+4 ديال الوزارة، درنا دراسة منذ 2012 بدينا كنفعلوها منذ سنة ونصف، اللي هي دراسة ديال تنمية التعاون الوطني، الآن كننفذوا في المخطط. هناك دعم ومواكبة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، ونقدر نذكر لك بعض المناطق اللي كان يعني كان ندعموها وكنشطوها بموجب العمل الذي يقدم لمؤسسة الرعاية الاجتماعية. هذه السنة هذه دعمنا 106 ديال المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية اللي كنوفروا لها الدعم للتسيير السنوي. عندنا كذلك 85 جمعية، راه كنتكلم غير على ما كنتكلمش دابا على التراب الوطني، أتحدث عن دور التعاون الوطني فقط كمكون من القطب الاجتماعي في المنطقة اللي شرتي لها درعا تافيلات. كما أن هناك منح وزعت على المجتمع المدني، وعدد هذه الجمعيات 85. ما ننساوش بأنه بموجب اتفاقية تجمع بين وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والتعاون الوطني، كلفنا التعاون الوطني لكي ينزل صندوق التماسك الاجتماعي. إذا هناك نشاط واسع على مستوى دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في المنطقة ديالكم، هناك كذلك نشاط واسع في إطار تنشيط الإدماج المهني والأنشطة المديرة للدخل، وهناك عمل مهم في إطار إحداث مراكز للمساعدة الاجتماعية وكذلك مراكز لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة. بغيت نقول كذلك أن الآن إحنا في يعني إطار ملاءمة وضع التعاون الوطني مع التقسيم الجهوي في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة. أولا بغيت نقول بأن الوزارة الوصية ديال البيئة أصدرت بلاغا في هذا الموضوع، وبإمكان مؤسساتكم الموقرة ولا مجلس النواب أنهم يديروا شكلوا لجنة تقصي الحقائق ويوقفوا على يعني حقيقة الأمر. ثاني شيء، أنت تحدثت عن مكون من القطب الاجتماعي، فأنا أجبتك عن هذا المكون، وإلا إن كان السؤال عن التضامن فهو واسع والأجوبة كثيرة. هناك أعمال تقوم بها الوزارة، هناك أعمال تقوم بها الوكالة التنمية الاجتماعية، وهناك أعمال يقوم بها التعاون الوطني. ومع ذلك أنا كنشكرك على السؤال ديالك وكذلك على الغيرة ديالك على المنطقة، ورحنا ما بقيناش مشتين، رحنا مجموعين منذ أن أصبحت استراتيجية 4+4 هي استراتيجية القطب الاجتماعي.